الله أكبر، قصف مدفع عنيف يستهدف قرية تل الشاب، ويأتي ذلك بعد أن صرح الناشطين الإعلاميين بث مقاطع الفيديو لوصول الجربة إلى القرية، وهذه القرية تحوي على عشرات النازحين. الله أكبر، قصف مدفع عنيف يستهدف القرية. وننوه بأن أهالي قرية تل الشاب لا يرحبون بقدوم رئيس الائتلاف اللاشرعي، ولا يرحبون بقدوم أحمد النعمة الخائن إلى قرية تل الشاب. هذه هي عشرات القذائف تنهال على القرية الآن. أصوات القصف يخيم على القرية. أول أيام عيد الفطر المبارك، أول أيام، الله أكبر، قصف مدفع عنيف يستهدف القرية. اتقوا الله في المدنيين أيها الإعلاميين، انظروا إلى السبق الصحفي وانظروا إلى الكاميرات ماذا فعلت بأهالي قرية تل الشاب. أعمد دخان تغطي سماء القرية نتيجة القصف المدفعي. من كتيبة البانوراما 285، أول أيام عيد الفطر. الله أكبر، الله أكبر. كاميراتنا أصبحت سلاحا ضدنا. انظروا أيها الإعلاميين إلى القصف الذي تتعرض له قرية تل الشاب بسبب تصوير هذا الوفد الفاشل، الذي لو كان فيه خير لفتح الطريق أمام اللاجئين للخروج إلى الأردن، ولم يأتي للتصوير والتبجح هنا.